بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنكمل في المحاضرة دي مع بعض الجزء الخاص بالمستخدمين. فطبعا إحنا كنا شفنا مع بعض زي ما حضراتكم عارفين إزاي نعمل مستخدم جديد وإزاي هنسجله في قاعدة البيانات زي أي موديل عادي، بس شفنا كمان مع بعض إزاي إن إحنا قدرنا نشفر الباسورد بتاعنا علشان نحتفظ بالبيانات في قاعدة البيانات بالنسبة للبيانات الحساسة بالذات زي الباسوردز مشفرة. وطبعا حضراتكم كده شفتوا معايا الحقر اللي احنا عملناه بتاع الباسورد اللي هو 60 كاركتر اللي هو كان من نوع تشار. ليه احنا عملناه تشار؟ لانه كل الباسوردز كده هتتسيب على ان هي 60 كاركترز او 60 حرف او رمز عامة. فزي ما احنا عملنا مستخدم جديد نقدر كمان ان احنا نعدل على المستخدم ونحذف المستخدم زي ما حضراتكم عارفين. فلو جينا هنا مع بعض على الفيوز بتاعتنا ورحنا على اليوزرز وعلى الديفولت بتاعنا، واكيد طبعا حضراتكم عارفين ممكن نيجي هنا زي اليوزرز جروبس في الديفولت بتاعها، ناخد مثلا الايديت والديليت اكشن دول كده بالشكل ده كده اهو بهذه الكيفيه. طبعا هنحتاج ان احنا طبعا نشوف مع بعض اليوزرز واليوزرز جروبس، هنغير طبعا الكلمه هنا اليوزرز، وهنحتاج طبعا ان احنا نحط هنا اليوزر طبعا بدل الجروب بهذه الكيفيه، وطبعا بدل الجروب اي دي هيبقى اليوزر اي دي بهذه الشكله. وهنروح مع بعض هنا نشوف بقى ايه الكيز بتاعت اللانجوج اللي هنحطها. طبعا اكيد مليون في الميه زي ما حضراتكم شايفين عندي هنا كي واحد اللي هو الديليت كونفيرم. هنروح هنا على اللانجوجز وعلى اليوزرز، هنروح هنا على الليبلز، وهنحط مع بعض هنا في الليبلز بتاعتنا ده طبعا الديفولت بتاعنا اهو. هنا عندنا التحكم وهنا عندنا الكي اللي هو تكست تيبل كنترول ديليت كونفيرم بهذه الكيفيه اهو كده. هنقول طبعا هل تود حذف المستخدم من قاعدة البيانات كده، وناخد الكي ده ونروح هنا على الـ English version بتاعتنا على الـ users وعلى الـ default. بعد الـ control هنحط هنا الكي بتاعنا كده would you like to delete the user from the database كده الشكل ده. وهنشوف كده لو عملنا ريفريش هيظهر معانا ايه. طبعا عندنا ايه الايديت وعندنا الديليت. طيب الايديت طبعا المفروض يودينا صفحه الايديت، ودي طبعا زي ما حضراتكم عارفين هي دلوقتي مش موجوده. احنا هنا عندنا الفيوهات بتاعتنا اللي موجود فيها بس اللي هو الاد. هنروح مع بعض هنا على الكنترولرز ونجيب اليوزرز كنترولر ونروح على الكرييت اكشن زي ما حضراتكم عارفين ده كده الكريت اكشن بتاعي بالشكل ده كده. وهروح معاكم هنا هاخد الكريت اكشن ده وهكرره هنا، بس هخليه المره دي ايديت اكشن بالشكل ده كده. لو رحنا هنا مع بعض طبعا زي ما حضراتكم عارفين عندنا الايديت اكشن، عندي هنا الايديت بدل الكريت، فبالتالي هروح على البيانات بتاعتي بتاعت الايديت اللانجوج بتاعي، هاخد الكرييت ده واحطه هنا على ان هو ايديت بالشكل ده كده. هنا مستخدم جديد دي المفروض ان هي كده تعديل بيانات مستخدم بالشكل ده، وهاخد ده كده كوبي واروح على الانجليش فيرجن بتاعتي واعمل بيست اهو modifying user details. هنا في الايديت طبعا زي ما حضراتكم عارفين دي تعديل بيانات المستخدم. انا هروح على الفيوهات بتاعتي وعلى اليوزرز وهاخد الكريت بتاعي وهقول ان ده هو الايديت بتاعي بهذه الشكلة طبعا. فمحتاج بقى دلوقتي ان انا زي ما حضراتكم عارفين ان انا ابدا اشتغل على الايه، ابدا اشتغل على اللهم صل على رسول الله
الداتا بتاعتي اللي راجع لي من قاعده البيانات. طبعا زي ما حضراتكم عارفين طبعا، هنا انا لما اجي معاكم على الليبلز بتاعتي، انا اسف اللي هي الداتا، هروح هنا على الايديت. المفروض طبعا ان انا اول حاجه هعملها ان انا هجيب الاي دي هنا من اليو ار ال بتاعي بالمنظر ده كده، وهقول ذس. هجيب مع حضراتكم طبعا ذس اوف الايه اوف البارامترز، بارامتر رقم 0 المفروض ان ده الاي دي بتاعي بهذه الكيفيه اهو، طبعا اللي هو رقم 5 اللي حضراتكم شايفينه هنا ده، المفروض ان انا هفلتره طبعا. فهقول انه الاي دي بيساوي ذس فلتر انتجر طبعا دي البارامتر ده بهذه الكيفيه. وحاجه هنا هو بقى قايل طبعا انه اليوزر بتاعي بيساوي يوزر موديل جيت باي برايمري كي، هقول له طبعا هات لي اليوزر ده. لو اليوزر ده اكزيستس يعني بيساوي فولس او غير موجود، هعمل ريدايركت على ايه؟ على اليوزرز زي ما حضراتكم شايفين كده، علشان لو حط لي اي دي اليوزر مش موجود. غير كده بقى هبدا اشتغل. طبعا انا هنا هجيب اليوزر بتاعي الديتا بهذه الشاكله، وهقول ان هو بيساوي اليوزر عشان اقدر استخدم اليوزر ده جوه في الايديت ايه اكشن بتاعي. فهنا بقى الفانكشن دي اللي هي شو فاليو وليبل فلوت دي طبعا زي ما حضراتكم عارفين فانكشنز المفروض ان هي تشتغل تلقائيا لما يكون في فعلا هنا ايه مجموعه من البيانات جايه من البوست. طب ايه رايكم بقى لو انا زي ما كنت شغال عليها هنا في البدايه لما جيت عملتها في اللايبرري بتاعتنا كده؟ هو في اللايبرري انا كان عندي هنا طبعا التمبلت، وفي التمبلت هيلبر انا عملت اثنين فانكشن، عامل فانكشن لشو فاليو بشوف فيها ان كان حقل البيانات ده موجود في البوست اري ولا لا، فلو موجود بعد اذنك رجع لي قيمته، لو مش موجود يبقى شوف لي هل في اوبجكت هنا موجود ولا لا، برضو لو الاوبجكت ده مش بيساوي طبعا يعني نل يبقى بعد اذنك رجع لي البروبرتي اللي بالاسم ده. معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك انه انا دلوقتي اليوزر بتاعي اللي هو الاوبجكت ده لما هيوصل للايديت فيو بتاعتي، انا لو استخدمت شو فاليو واديت لها اليوزر نيم، هي هتدور تلقائيا في الاول في البوست اري، لو ما لقيتش هتاخد اليوزر اللي هو ايه اللي انا عملته ده اللي هو الفاريبل ده طبعا اللي هو الايه اللي هو الاوبجكت بتاعي. طبعا لو عملت ريفرش هيقول لي محمد. الحالة دي طبعا احنا ممكن بكل بساطه برضو نفس الكلام بالنسبه للليبل الفلوت بهذه الكيفيه، ريتيرن قيس ست بوست فيلد نيم ونوت امتي، بعد اذنك بعد اذنك رجع لي الكلاس اللي هو فلوت ده. ممكن ان احنا نعمل يعني عصفورين بحجر، ممكن كمان نعمل زي الفانكشن تحت اللي هي الشو فاليو ونحط هنا اوبجكت برضو على سبيل الشكل بهذه الكيفيه برضو، على اساس ايه ان احنا نشتغل برضو على الاوبجكت ده في الليبل فلوت بتاعتي اللي هي الفانكشن اللي انا بس عملتها كده علشان ترفع لي الفلوت، انا اسف اللي هو الليبل ده فلوت دي بقى هنا بهذه الكيفيه. طيب انا عندي اس ست كده، ممكن ناخدها بالمنظر ده وممكن نقول اور نل لا يساوي اللي هو الاوبجكت بالشكل ده، اند اوبجكت اللي هو الفيلد نيم برضو لا يساوي قيمه فاضيه كده. يعني اما الجزء ده او الجزء ده، حتى احنا ممكن ناخدهم هنا كلهم دول كده شرط واحد يتحقق او جزئيه الاوبجكت كلها تتحقق. في الحاله دي زي ما حضراتكم هتشوفوا لو انا حطيت بقى هنا اوبجكت وقيمة الفيلد نيم ده موجودة على سبيل المثال ولا تساوي قيمة فاضية، ممكن كمان لا تساوي نل لأنه في الغالب يعني بتبقى القيم بتاعت البروبرتيز لأي خاصية في الغالب بتبقى نل لو أنت ما بتلاقيش قيمة. فأنت كده هترجع لي الإيه اللي هي كلاس فلوتد. طبعا لو عملنا هنا بقى بالمنظر ده بهذه الكيفية يوزر نيم وحطينا له برضو اليوزر بتاعي وعملنا هنا ريفرش، هيقول لي ايه ادي اسم المستخدم. طيب سريعا كده نعدي عليهم واحده واحده بقى
ممكن ناخد الجزء ده كده نحطه هنا في الباسورد والكونفيرم للباسورد والايميل والسي ايميل والفون نمبر بهذه الكيفية اهو. نشوف مع بعض كده. طبعا انا اسف معلش، هنا العنصر ده افتراضيا مش هيكون موجود لان ما عنديش بروبرتي اسمها كونفيرم باسورد او كده. فخلينا نقول ايميل مبدئيا، وهنا خلينا نقول برضو الباسورد اهو الشكل ده كده. وطبعا هنا طبعا هنحط هنا بقى الايه اليوزر برضو نفس الكلام هنا اهو اللي هو اليوزر الشكل ده. وعشان برضو مفيش هنا حاجة فهنحط الباسورد برضو نفس الكلام اهو. هشيل انا دي برضو خالص وهحط هنا الايه اليوزر، وهنا هحط برضو اليوزر دي كونفيرم الباسورد بهذه الايه بهذه الكيفية. معلش بس الباسورد زي ما هي ايه، والفون نمبر برضو اليوزر. هنعمل ريفرش. طبعا كلمه المرور هنا عندي زي ما حضراتكم شايفين. حصل بقى نفس السؤال، معلش انا دلوقتي حاجه مهمه جدا لازم اعرفها. في الغالب انت لما هتيجي تعدل بيانات المستخدم، ودي مهمه جدا، احنا كده شفنا ازاي نقدر ان احنا نكمل الفورم بتاع الايديت وما عنديش اي مشاكل نهائي. لكن الحقيقه ايه هي بقى؟ الحقيقه في الغالب ان انت لما بتيجي تعمل يوزر نيمز زي ما قلت لك بتعمل يوزر نيمز يونيك، يعني بتعمل اليوزر نيم بتاعك على ان هو اسم لمستخدم ولا يتكرر نهائيا زي ما حضراتكم عارفين. فبالتالي هنا بقى هتسال نفسك، هل فعلا انت هتعمل اديت لكلمه المرور او هتعمل اديت للبريد الالكتروني؟ لا، ولا اسم المستخدم في الغالب. فبالتالي الغرض الاساسي من هنا، لان طبعا احنا نسينا النقطه دي، لكن شفنا مع بعض ازاي قدرنا نعمل الفورم بتاع الاديت، ان احنا في الغالب هنحتاج بس نعدل على حاجات بسيطه هنا في هذه البيانات الاساسيه بالنسبه لي انا، زي ممكن مثلا رقم الهاتف او مجموعه المستخدمين. انما دون ذلك اسم المستخدم اتعمل مره واحده هو البريد الالكتروني وكلمه المرور، فده نهائيا احنا مش هنستخدمهم ولا هنلعب فيهم بالمره، لان المستخدم هنا اللي هو شغال عندك على التطبيق هيبقى هو اللي من حقه انه يغير كلمه المرور، انت ممكن تعمل له ريسيت ليها. والبريد الالكتروني برضو بتاعه انت حطيت له مره واحده في البدايه، واليوزر نيم انت حددته خلاص. فبالتالي انا مش هحتاج ان انا اعمل دول بالمره بهذه الايه بهذه الكيفيه، ولكن بالعكس اللي هيتفضل معايا رقم الهاتف ومجموعات الايه المستخدمين. حتى انا ممكن اجي هنا واقوم قايل مثلا ان دي ممكن تكون 50 ودي برضو ممكن تكون ايه 50 كده، علشان ايه ياخدوا النص بالنص بهذه الكيفيه فقط لا غير. فهنا بقى انا برضو عايز ان انا زي ما حضراتكم عارفين ان انا اختار الاوبشن بتاعي برضو بيزد اون نفس الحكايه بالظبط، زي اكني ما عملتش شو فاليو كده، عايزه برضو يسلكت الجروب اللي انا مختاره بالفعل. طيب نعمل الحكايه دي ازاي؟ ايه رايكم لو رحنا هنا على اللهم صل على رسول الله اللي هو الشو فاليو، ونيجي مثلا هنا نعمل فانكشن جديده بس هتبقى عباره عن ايه مثلا سيلكتد اف بهذه الكيفيه. دي هتعمل ايه؟ دي هتشوف برضو ان كان في الاري بتاعتي بتاعت البوست حقل بيانات بالاسم ده بهذه الكيفيه اهو. دي هترجع لي طبعا حقل بيانات، لا انا مش عايز كده خالص، انا بس عايز اشوف ان كان حقل البيانات اللي موجود معايا على سبيل المثال اللي هو ده بيساوي فاليو معينه. واحد يقول لي وضح لي بعد اذنك، انا هقول لك. احنا هنا لما حضراتكم تيجوا تبصوا معايا ازاي هنسلكت الاوبشن ده، هنسلكته بناء على انه يكون الجروب اي دي بتاعي بتاع الجروب ده طبعا اللي موجود، انه اليوزر في هذه الحاله الجروب اي دي يكون بيساوي او يصادف انه يساوي واحد من الجروبس دي، الجروب اوف الجروب اي دي، يعني يكون الجروب اي دي بتاع المستخدم يساوي الاي دي بتاع جروب من دول. فبالتالي هو ده هيبقى المجموعه اللي انا اخترتها بالنسبه للمستخدم ده. طب في الحاله دي لو انا عايز اعملها بالنسبه للتمبلت هيلبر بسرعه كده اعمل ايه؟ هعمل فانكشن حلو جدا بالشكل ده، هديها الفيلد نيم عشان تدور عليه جوه البوست او جوه الاوبجكت لو موجود، وهديها كمان فاليو عشان اقارن ما بين الفاليو دي وما بين الايه الفيلد نيم. في الحاله دي هقوم قايل ايه بقى؟ بصوا معايا، هقوم قايل لو الست الفيلد نيم ده في البوست اري بالمنظر ده كده،
and انه البوست اري الفيلد نيم ده قيمته تكون بتساوي الفاليو. في الحاله دي انا ممكن اريترن ايه مثلا selected بيساوي selected كده بالشكل ده. دي الخاصيه اللي احنا بنحطها في الاوبشن عشان نقول ان هو selected. else هرجع قيمه فاضيه. لا انا بقى في الحاله دي انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل حاجه جميله جدا نفس اللي احنا عملناه بالظبط فوق هنا، هو حجم على الشرطين مع بعض. الست الفيلد نيم ده اللي موجود هنا بهذه الكيفيه وقيمته بتساوي برضو الفاليو، اور انه انا عندي اوبجكت والاوبجكت ده لا يساوي نل، نوت از اندرسكور نل للاوبجكت ده، اند انه الاوبجكت الفيلد نيم يكون بيساوي الفاليو. في الحالة دي زي ما حضراتكم عارفين ادي انا الشرط معايا اهو الاولاني ده، انا هقوم رايح كده هو واجمعه في شرط واحد كله، وده كمان برضو هجمعه في شرط واحد بهذه الكيفية اهو، وهرجع لايه السلكتد. وفي الحالة دي انا هعمل كده اهو بكل بساطة، وهقوم قايل this selected if. if ايه بقى؟ حد if دي طبعا زي ما حضراتكم عارفين الفيلد نيم والفاليو، فهيبقى الفيلد نيم عباره عن هنا ايه؟ اللي هو الفيلد نيم بتاعي اللي اسمه جروب اي دي، وهيبقى هنا الفاليو بتاعتي اللي هي ايه؟ هتبقى طبعا الفاليو بتاعتي اللي هي الايه؟ الجروب اوف الجروب اي دي. وهدور انا هنا فين؟ في الاوبجكت بتاعي. الفانكشن دي وظيفتها ايه؟ تعمل ايه بقى؟ انا هقول لك. الاول هتشوف البوست اري، لو الجروب اي دي موجود فيها وقيمته بتساوي نفس واحد من الجروبس دي هيعلم لك على الاوبشن ده. لو مش موجوده في البوست بس اليوزر ده بيحتوي على 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 بروبرتي اسمها جروب اي دي وقيمته برضه تصادف ان هي تساوي جروب اوف جروب اي دي هيعمل برضه سيلكت. وفي الحاله دي احنا لو جينا عملنا ريفرش هيقول لك ايه بقى؟ مدير تطبيق. ودي حالا حقيقه، لانك لو جيت بصيت هتلاقي ان محمد ده اصلا مدير ايه؟ تطبيق. في الحالة دي بقى أنا هقوم جاي هنا هو زي ما حضراتكم شايفين كده بكل بساطة على اليوزر كنترولر، وهقوم قايل إيه؟ أنا كل اللي محتاج أشيك عليه بقى في الـ في الأكشن بتاعي بدل كريت أكشن، لا والله ده أنا هشيك هنا على الفون نمبر فقط والإيه؟ والجروب أي أي دي، فهعمل كده هو بالشكل ده، لأن دي كده هتبقى الـ إيديت أكشن رولز. هقوم رايح هنا هو وهاجي هنا هو، هقوم قايل له ثانية واحدة بعد إذنك بقى شيل لي ده، انا مش عايز نيو يوزر، ده انا اصلا جايب اليوزر فوق اهو، هشيل اليوزر نيم والكريت باسورد والحاجات دي كلها، هشيل هسيب بس الفور نمبر واللاست دي سبسكريبشن ديت والكلام ده كله انا هشيله، انا مش محتاجه، انا بس معدل على الفور نمبر والجروب اي دي، ده لو عايز اغير مثلا المستخدم من جروب لجروب تاني. في هذه الحاله هيبقى كل حاجه عندي كده ماشيه تمام. هعمل بس عمليه هنا تغيير، هخلي دي رساله اديت بدل ما هي رساله كرييت اهو برضو، وهقوم رايح هنا هو، حتى يمكن هما الاثنين واحد يعني اعتقد مش مختلفين، لان احنا لو رحنا هنا مع بعض على اللانجوج ورحت على اليوزرز ورحت على اليوزرز بتوعي ورحت على المسجز بتاعتي هلاقي ان هو تم حفظ المستخدم بنجاح. في الحالتين يعني اعتقد ان هما الاثنين قريبين من بعض. طيب هنا بقى هقوم رايح بهذه الكيفيه وهعمل التست بتاعي، بس هعمل هنا فاليديت بدل على الكرييت اكشن رولز هعمل الايديت اكشن رولز بهذه الكيفيه. هعمل كده ريفرش معاكم، هخلي مثلا رقم ده رقم مثلا زي مثلا 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا افترض، او اول منظر ده كده، وهخلي بدل ده مدير تطبيق هخليه مثلا محاسب، وهعمل ايه؟ حفظ. في الحاله دي طبعا تم حفظ المستخدم بنجاح، وزي ما حضراتكم شايفين فعلا اصبح محاسب، واتغير طبعا الايه؟ الرقم الى الرقم الجديد اللي انا ايه؟ اللي انا عملته. ده بالنسبه للايه؟ لبيانات المستخدم في حاله التعديل بهذه الشاكله. كان من ضمن الحاجات برضو المهمه جدا اللي احنا كان المفروض ان احنا نشيك عليها ونعملها برضو مع بعض في الكرييت هنا، ان احنا كنا بنشوف مع بعض واحنا بنكريت ان كان المستخدم ده موجود قبل كده ولا لا، زي ما حضراتكم فاكرين بالايجاكس زي ما عملناها مع بعض. يهمني جدا برضو كمان قبل ما تسيب، ودي مهمه قوي، ان انت هنا ودي مهمه جدا، تتاكد ان كان فعلا المستخدم ده مش موجود كمان. يعني افرض مثلا افرض المستخدم عمل ديسيبل للجافا سكريبت والايجاكس ده ما اشتغلش، وبعت لك يوزر نيم فعلا لمستخدم موجود بالفعل،
هتتفادى النقطه دي ازاي؟ او ابعت لك ايميل موجود بالفعل. ما تنساش ان احنا البريد الالكتروني بتاعنا زي ما حضراتكم عارفين برضو عاملينه يونيك، ما ينفعش ان هو يتكرر نهائيا. فانا في الحاله دي هعمل ايه؟ هروح هنا معاكم على اللهم صل على رسول الله اللي هو اليوزر اكزيستس طبعا في الحاله دي. فهقول انه بعد ما اخذت البيانات دي كلها بالمنظر ده، انا ممكن اجي هنا واقول اف يوزر موديل يوزر اكزيستس، اليوزر نيم بتاعي اللي هو المفروض اليوزر اوف اليوزر نيم ده، بقى في حاله انه الاجاكس ديسيبلد والمستخدم ضحك عليا وبعت لي برده قيمه ليوزر موجود. في الحاله دي بقى هقوم قايل له ايه هنا كده this messenger add، وهياخد رساله ايرور زي الرساله دي مثلا كده بالشكل ده اهو، بس دي هسميها مثلا message user exists كده، وهعمل ريدايركت على الصفحه بتاعتي بالشكل ده اللي هي صفحه الاد اللي كرييت كده بالمنظر ده كده. تعالوا مع بعض نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي هنا مع بعض للرسائل بتاعتنا، هنروح على اليوزرز ادت دي خلاص اعتقد الديفولت ده حطينا فيه مسجز بقى، حط هنا مع بعض مسج يوزر اكزيستس المستخدم موجود بالفعل، وبرضه هعمل واحده ثانيه للايميل كده البريد الالكتروني مسجل بالفعل اهو، المستخدم مسجل بالفعل. هاخد انا الرسالتين دول كده زي ما هم كوبي واروح على الانجليش فيرجن على اليوزرز بسرعه كده. ما تنساش وانت شغال دايما تعمل كده عشان ايه تخلص كده. برضو يوزر نيم اوريدي اكزيستس، وهنا ايميل اوريدي اكزيستس بالشكل ده كده. في اللي بقى ده خالص دلوقتي مؤقتا في اللي تمبلت هيلبر، وفي اللي هنا الديفولت احنا في اليوزر هنا في الكرييت. تعالوا مع بعض نروح هنا على المستخدم بهذه الشكلة ونعمل طبعا محمد كلمة المرور مثلا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. الايميل مؤقتا هنخليه نفس الايميل، ولسه هنعمل له فانكشن دلوقتي ورقم الهاتف بنفس الكافية دي، مجموعات المستخدمين مثلا مدير تطبيق، وهعمل حفظ. في الحالة دي هيقول لي المستخدم مسجل بالايه بالفعل، بس طبعا المفروض كان يوديني هنا على يوزرز سلاش اي سلاش كريت بهذه الايه بهذه الكيفيه اهو. طبعا هيديني نفس الايه الرساله دي علشان اكون في نفس الايه في نفس الصفحه. نجرب تاني مع بعض سريعا. محمد 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 m@y.com m@y.com مثلا اي رقم واي حاجه هنا هعمل حفظ المستخدم مسجل طبعا بالايه بالفعل. طيب انا هنا بقى دلوقتي المستخدم مسجل بالفعل، وممكن كمان ارجعه للصفحه الرئيسيه بتاعتي بهذه الكيفيه. انت بقى دلوقتي برضو نفس الكلام هتعمله بالنسبه للايه للايميل. طيب انا بقى عايز اشوف الناس هتعمل الحكايه دي ازاي كتمرين. طبعا انتوا عارفين انه الريبوزيتوري ده كله مرفوع على جيت هاب، انا عايز اشوف الناس ازاي هتعمل الحكايه دي بالنسبه لها هي كتمرين. فالاكسرسايز بتاعنا ان نفس الفانكشن اللي احنا عملناها بالنسبه ليوزر اكزيست دي هنعمل واحده ثانيه اسمها ايميل اكزيستس، ونخلي برضو يبقى عندنا اكشن الايجاكس كده يشيك على خانه الايميل بتاعتي، لو الايميل ده فعلا موجود برضو يقول لي ايه يقول لي انه ده موجود ولا لا، وانا هحلها معاكم برضو المره الجايه. دلوقتي بقى انا قلت انه انا عندي المستخدم موجود بالفعل، وممكن اعمل كرييت ليه، وممكن اعمل اديت ليه، وممكن كان كمان اعمل ديليت ليه بهذه الطريقه. لو رحت هنا وخليت ده الديليت اكشن هجيب بس اليوزر واتاكد ان هو موجود، بس المره دي مش هيبعته ولا هحمل اي ملفات لغه ولا جروبس ولا اي حاجه، ولا هعمل سبميت ولا اي حاجه من الكلام ده خالص زي ما حضراتكم عارفين بالمره، ولا هعرض فيوهات. ده انا همسح على طول الايه المستخدم بتاعي بالشكل ده كده، بدل السيف هتبقى ديليت.
بس هخلي دي بدل كرييت سكسس هخليها ديليت سكسس، وهخلي دي بدل فيل ديليت فيلد بهذه الشكل. وهروح معاكم هنا على الرسائل بتاعتي سريعا المسجز، وهعمل هنا الاثنين دول كده هاخدهم هخليهم طبعا بدل كلمه كرييت هخليهم ديليت، وبدل تم حفظ المستخدم هخليها تم ايه هخليها تم حذف المستخدم ايه بنجاح بهذه الكيفيه. كوبي، هروح هنا على النسخه الانجليزيه هنا وهعمل كده هو، وهعمل كده هو اهو يوزر deleted successfully. هنا error deleting user. طيب حلو جدا الكلام ده. هنا بقى انا دلوقتي لو جيت عملت المفروض الـ 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 المستخدمين وجبت قائمه المستخدمين وعملت كده قمت عامل بعد اذنك ديليت هل تود حذف المستخدم من قائمه الملف، قلت له اوكي، هيقول لي تم حذف الايه المستخدم بنجاح. طبعا ده ديليت سكسس وديليت فيلد، لو رحنا هنا مع بعض دي مسج ديليت سكسس وديليت فيلد، لكن برضو ان هم مكتوبين بالطريقه الصح اهم، لان انا هنا عندي الديليت اكشن بتاعي مسج ديليت سكسس مسج ديليت فيلد message delete success message delete fields. ما اعتقد مفيش غيرهم يعني اهو الاثنين برضو موجودين. طيب نشوف كده مع بعض تاني، مستخدم جديد محمد كلمة remove 1 2 3 4 5 6 البريد مثلا m@y.com m@y.com اي رقم ومحاسب واعمل حفظ. طيب اعمل لي بقى ايه ديليت، في حاجه غلط لازم نعرفها، ايه المشكله بالظبط؟ سوري معلش انا اسف، احنا هنا محتاجين المسجز دي هنا اهو، فاحنا هنجيب المسجز من عندنا هنا اهو بهذه الكيفيه. تاني محمد كلمه المرور من 1 ل 6 m@y.com m@y.com ادي الرقم وادي مجموعه الايه المستخدمين بهذه الشكله. لما نيجي نعمل كده هيقول لنا ايه تم حذف المستخدم بنجاح. طيب اوكي جدا خلاص كده احنا ما عندناش ايه ما عندناش اي مشاكل. حلو قوي. المفروض بقى دلوقتي ان انا اعمل بقى اللوج ان، لان انا عايز بقى دلوقتي اخلي المستخدم يبقى فعلا لوجد ان. لو ما كانش المستخدم لوجد ان يبقى في الحاله دي احنا محتاجين ايه؟ محتاجين انه احنا نرجعه على صفحة الايه اللوج ايه اللوج ان. طيب انا هنا بقى دلوقتي محتاج اعمل حاجة مهمة جدا. محتاج ايه؟ محتاج ان انا اعمل المفروض ان انا اجي هنا هو في البداية بالشكل ده كده اعمل استخدم سريعا كده فعلا اهو زي مثلا محمد او فايرفوكس مثلا اهو، وكتبت انا الباسورد بتاعي ورحت على البريد الالكتروني مثلا اهو اهو و مثلا رقم تليفون ومدير تطبيق وعملت حفظ. وهروح هنا معاكم وهقوم عامل كده تو دو ليست تو دو اكشن جديده هنا في حاله الاد اهو send the user welcome email، عشان ايه لما نيجي نعمل ايميل كلاس مع بعض نبعت ايميل ترحيبي كده بالنسبه للايه للمستخدم من التطبيق بتاعنا، نقول له مرحبا بك اللي انضمك مثلا للايه للتطبيق بتاعنا على سبيل المثال، ده اليوزر نيم بتاعك وده رابط الدخول للسيستم، وطبعا نذكره بالايه بعض مثلا من القوانين على سبيل المثال. طيب انا هنا بقى دلوقتي خلاص شفت كل الكلام ده قدامي، ومحتاج فعلا بقى ان انا اخلي المستخدم اول لما يدخل عندي على السيستم زي ما قلت لحضراتكم ايه يكون فعلا اللهم صل على رسول الله يكون فعلا ايه يكون فعلا لوجد ان. طيب اعمل ايه بقى في الحاله دي بقى؟ بص معايا انا عايز ان هو اعمل معاكم كلاس مثلا اسمه
ايه ده؟ اهو اسمه اوثنتيكيشن بالشكل ده كده. الكلاس ده انا عايزه علشان يبقى مسؤول عن عمليات الايه؟ الاوثنتيكيشن. ده اللي انا هستخدمه علشان اشوف ان كان المستخدم ده لوجد ان ولا لا، وله صلاحيات الدخول على اللهم صل على رسول الله، له صلاحيات الدخول على اكشن معين ولا لا من خلال الرولز بتاعت الايه؟ بتاعت المستخدم ده. طيب فانا دلوقتي هعمل ايه بقى؟ بصوا معايا، انا محتاج الاول ان انا اتشيك ان كان المستخدم لوجد ان ولا مش لوج ايه ولا مش لوجد ان. فانا هعمل الاتي، هاجي هنا هو بالنسبه للاوثنتيكيشن كلاس بتاعي ده، هعمل بابليك فانكشن از اوثورايزد بالشكل ده كده. هقول فيها ايه؟ انه المستخدم بتاعي ده لو اوثورايزد، على سبيل المثال لو هو فعلا اوثورايزد ان هو يستخدم التطبيق بتاعي، يبقى في الحاله دي انا اقدر ان انا اخليه يشتغل على التطبيق بسهوله جدا. لو هو مش اوثورايزد يبقى انا هحوله دايما لصفحه الايه؟ هحوله دايما لصفحه اللي هي اللوج ان علشان يسجل دخول. فبالتالي اول لما يخش على التطبيق لاي لينك ايا من كان ويلاقي انه المستخدم مش اوثورايزد يعني مش مسجل دخول، اوتوماتيكيا هعمل ايه؟ اوتوماتيكيا اللهم صل على رسول الله، هعمل تشيك انا اسف واتاكد ان هو مش اوثورايزد، فهبعته على صفحه اللوج ان. طيب حلو قوي الكلام ده. انا محتاج اعمل ايه بقى؟ في الغالب لما المستخدم هيسجل هحفظ الاوبجكت بتاعه كله في السيشن عندي. وطبعا بما ان احنا اصلا مشفرين السيشن كامله، فالاوبجكت برضه هيبقى متسيف مشفرا، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا كمان غير ان احنا مشفرين بيانات السيشن كلها من اول لما اتعلمنا الحكايه دي، فانا كمان الاوبجكت بتاعي حتى الباسورد عندي كله ايه؟ مشفر. فبالتالي انا هنا دلوقتي بقى محتاج ان انا اعمل حاجه مهمه جدا. لما اجي اعمل اوبجكت جديد من الاوثنتيكيشن ده، انا هعمل الاتي. انا هاجي هنا هو الاول وهقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايز نسخه واحده بس من الاوثنتيكيشن ده على مدار الابلكيشن كله، يعني مش هاوثنتيكيش في اوثنتيكيشن اوثنتيكيت يعني اسف في اكتر من مكان. فهاجي هنا زي ما حضراتكم عارفين هعمل برايفت كده انستنس من الاوبجكت اللي انا هعمله زي ما حضراتكم عارفين طبعا. وهاجي هنا هخلي الفانكشن بتاعت الكونستراكتور بتاعي برايفت كده، وبرده هعمل الفانكشن بتاعت الكلون بتاعتي برده برايفت بالشكل ده كده. وهاجي هنا هعمل بابليك ستاتيك فانكشن جيت ايه انستنس بالشكل ده كده. جيت انستنس دي هتبقى الاساس بتاعها هو الاتي، هيبقى الاساس بتاعها طبعا زي ما حضراتكم عارفين اف سيلف برايفت كده ستاتيك انستنس اف سيلف انستنس بيساوي نال، يبقى سيلف انستنس يساوي نيو سيلف بالشكل ده كده. ودي هتريتيرن دايما الايه؟ السيلف انستنس بتاعتي بهذه الكلمه. طبعا انا هنا هحتاج انه اروح على الفرونت كنترولر بتاعي هنا بالكيفيه دي. في الفرونت كنترولر والاندكس فايل بتاعي هفتحه برضو هحتاج ايه بقى؟ هحتاج انه الفرونت كنترولر ياخد كمان الايه؟ الاوثنتيكيشن اوبجكت بتاعي. ليه بقى؟ لان انا هنا في الديسباتش بتاعي بهذه الكيفيه زي ما حضراتكم هتشوفوا طبعا بالمنظر ده كده، انا هتشيك على ايه؟ انا هتشيك في عمليه الديسباتش ان كان اليوزر بتاعي اوثورايزد ولا لا، مصرح ان هو يخش ولا لا. علشان لو مش اوثورايزد انا هخلي الكنترولر كلاس بتاعي ده بدل ما هو يبقى اي كنترولر انا عملت له ريكوست، هخليه افتراضيا الكنترولر والاكشن عباره عن الاوثنتيكيشن مثلا كنترولر واللوجن اكشن مثلا، ويبقى كده صفحه فيها بوكس لوج ان واكتب اسم المستخدم بتاعي وكلمه المرور والكلام ده، علشان ايه؟ اقدر اخش على التطبيق بتاعي. ما دون ذلك بقى زي ما حضراتكم عارفين هنكمل عليه. طيب في الحاله دي بقى بصوا لحضراتكم زي ما انتم عارفين طبعا وده مهم جدا، انا هعمل ايه؟
انا هاجي هنا هو في الاوثنتيكيشن بتاعي، الاوثورايزيشن الاوثنتيكيشن بتاعي انا اسف، وحاجه على الاندكشن، وهقوم جاي هنا اهو ده الماسنجر وده دي ريجستري اللي خدت السيشن واللانجوج والماسنجر وكل حاجه. هروح هنا كمان على الماسنجر وهعمل الاوثنتيكيشن. نيو اوثنتيكيشن. طبعا ما اقدرش ان اعمل كده، انا ليش انا اسف لان انا بنسى كل مره. اوثنتيكيشن جيت انستنس، بس انا مش هحطها في ريجستري لان بس الفرونت كنترولر هو اللي هيحتاجها. فهعدي في الفرونت كنترولر وهخلي انه الاوثنتيكيشن بتاعي يبقى بهذه الشكل، دي الريجستري ودي التمبلت. هعمل هنا برايفت اوثنتيكيشن بالشكل ده كده، هديله اوثنتيكيشن كده اوبجكت بالمنظر ده، فيها انه بس اوف الاوثنتيكيشن بيساوي الاوف فاريبل ده بالشكل ده كده. هاجي هنا هو هروح هنا وهعمل كده، هديها الاوثنتيكيشن بالشكل ده كده، على اساس ان انا لما اعمل ريفرش ما يبقاش عندي اي مشاكل ايه نهائيا. طبعا لو ما اديتهاش المتغير ده بالمنظر ده كده وعملت ريفرش هيقول لي انت ايه في ارجيومنت ناقص. حلو قوي، هنعمل ريفرش. جوه بقى هنا هعمل الاتي. طبعا الاوثنتيكيشن ده المفروض ان هو في فانكشن اسمها ايز اوثورايزد، يعني انا لو جيت هنا هو كده وقلت اف نوت this authentication is authorized، خليه الكنترولر والكلاس نيم بالشكل ده بشكل معين على سبيل المثال بهذه الكافيه اهو كوبي، انا احطهم عادي جدا اهو. وهخلي هنا بقى الايه اعمل تشيك على الاوثنتيكيشن، تشيك اف ذا يوزر از اوثورايزد تو اكسس ذا ابلكيشن. فهخلي بقى هنا الكنترولر بتاعي ده بدل ما هو اسمه كنترولرز بالشكل ده كده، وكنترولر هسميه اوثنتيكيشن مثلا كنترولر، والاكشن بتاعي هسميه مثلا بالشكل ده لوجن اكشن بالمنظر ده كده. طبعا لو جيت عملت ريفرش هيديني صفحه غير موجوده بهذه الكافيه بالمنظر ده كده. ليه بقى؟ لان الطبيعي ان هو هيدور على الاوثنتيكيشن كنترولر واللوجن ايه اكشن، ودول مهمين جدا. طيب انا دلوقتي في الحاله دي لو عملت ايكو نوت اوثورايزد، بس نوت اوثورايزد هشيل دي خالص. تعالى بقى نروح على الاوثورايزيشن دي. انا عايز اتاكد ازاي، انا لما هعمل لوج ان للمستخدم هعمل كي في السيشن زي مثلا يو، دي هتبقى اليوزر اوبجكت بتاعي، فبالتالي انا عايز اتشيك ان كانت القيمه دي موجوده في السيشن ولا لا. طبعا عايز اكسس السيشن، فايه رايكم لو انا جيت هنا حطيت السيشن بتاعتي بالمنظر ده كده كده، وعملت هنا برايفت طبعا سيشن بالشكل ده كده، وجيت هنا هو في الكونستراكتور حطيت طبعا السيشن بتاعتي اهو، وقلت انه this of session يساوي session دي، عشان طبعا انا هاجي هنا هو بقى هقوم قايل له ايه حط لي بعد اذنك السيشن بتاعتك اللي انت عملتها هنا في الاول خالص اهي. وهروح هنا على الاوثنتيكيشن وهعمل طبعا باس للسيشن هنا، يبقى كده السيشن بقت موجوده. وهاجي هنا هو قايل بقى ايه var underscore dump للسيشن بتاعتك this of session بالمنظر ده كده. تعال نشوف مع بعض السيشن اهي. حلو الكلام ده، حلو. هنا بقى هتشيك فيها كده is set للسيشن اليو بروبرتي جواه بالمنظر ده كده، هيقول لي ايه فولس. ليه؟ لانه انا لسه ما عملتش ايه لوج ان، لكن دي هتريتيرن فعلا الكلام ده. فهعمل كده اهو، هعمل ريتيرن بالشكل ده كده وهعمل كده، وعشان اتاكد فعلا ان الصفحه بتاعتي المفروض ان هي بتحمل الاوثنتيكيشن كنترولر واللوجن اكشن، انا هقول له هنا بعد اذنك اطبع لي على الشاشه
الكنترولر كلاس نيم كده، واطبع لي كمان الاكشن نيم اوثنتيكيشن كنترولر واللوجن اكشن. حلو قوي الكلام. طب طلبوا بعض نروح نعمل فعلا اوثنتيكيشن كنترولر ولوجن اكشن. نعمل بقى مع بعض هنا على سبيل المثال زي ما حضراتكم هتشوفوا مثلا معايا. انا هعمل ايه؟ هعمل صفحه فيها مثلا والله نفترض اللوجن، بس مؤقتا المفروض ان انا اعمل صفحه ما يظهرش فيها اي حاجه من الحاجات دي نهائيا بالمنظر ده. ده مهم جدا. طب في الحاله دي بقى انا هعمل ايه؟ هعمل معاكم تركيه بسيطه، والمحاضره الجايه هعمل فانكشن تنقذني من التركيه دي. نوضح؟ يلا نوضح. انا هاجي هنا هو وهعمل معاكم في الكنترولرز زي الاندكس مثلا كده اهو، هعمل الاوثنتيكيشن كنترول بالشكل ده، وهعمل هنا بدل الديفولت اكشن ده هعمل الايه لوج ان اكشن بالشكل ده كده، وهعمل ريفرش. المفروض بقى طبعا زي ما حضراتكم عارفين انا هنا يديني ايه؟ يديني الاوثنتيكيشن ايه كنترولر. طيب انا الاوثنتيكيشن كنترولر بتاعي واللوجن اكشن بتوعي لو رحت هنا هو عملت كده وعملت ريفرش اهو مش هيديني حاجه خالص. حلو كده؟ حلو كده. طيب انا عايز اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عايز اعمل الاتي. انا محتاج انه انا طبعا في البدايه انه انا اروح معاكم سريعا اشوف انا هعمل ايه بالنسبه للفيو بتاعي. الفيو بتاعي اللي هو ده لو خدته حتى كاندكس كده بالمره زي ما هي كده وقلت ان ده الاوثنتيكيشن وان الديفولت ده هو اللوجن بتاعي كده بهذه الكيفيه، وقفلت دي وقمت رايح هنا هو وعملت كده، المفروض ان انا ايه؟ انا كده في الاوثنتيكيشن كنترولر واللوجن اكشن بتاعي زي ما حضراتكم عارفين. طيب انا دلوقتي هعمل ايه بقى؟ بصوا معايا، الطبيعي جدا ان انا دلوقتي لما هاجي قدام حضراتكم هنا وهعمل this view وهعمل كده هيديني كل الحاجة اللي المفروض تبقى موجودة عندي من السايد بار ومن الكلام ده كله، بالإضافة إلى الفيو اللي حضراتكم إيه شايفينه ده بالمنظر ده. حتى إحنا لو رحنا هنا مع بعض على اللوج إن بتاعي أهو بهذه الكيفية، أنا هنا طبعًا عندي إيه؟ عندي الفيو بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. طب أنا محتاج دلوقتي حاجات مهمة جدًا، إيه هي؟ أنا محتاج إني أنا أحمل مع حضراتكم كل الحاجات الاساسيه اللي انا هشتغل عليها بما فيها ان المساحه دي تكون فقط فاضيه ومستقبل او تستقبل معايا الاوثنتيكيشن كنترولر، وفي نفس الوقت كمان تستقبل معايا فيو فاضي ما فيش فيه ولا سايد بار ولا فيه الهيدر اللي فوق ده، فقط لوجن بوكس عندي مش اكتر من كده. طب في الحاله دي بقى انا محتاج اعمل ايه؟ انا هقول لكم. انا ملاحظ ان انا هنا لسه على اليوزرز، في حاجه مهمه جدا محتاجين احنا نشوفها. ده الاوثنتيكيشن كنترولر بتاعي وده اللوجن اكشن. طب اعمل لي كده بعد اذنك بار دامب لذس واعمل ريفرش اهو. ده الاوثنتيكيشن كنترول بس كنترولر نيم يوزرز وديفولت. ثانيه واحده كده عشان في حاجه، روح الفرونت كنترولر بعد اذنك يا عم محمد وقول له ايه، قول له ايه، قول له ايه، قول له ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده الله يخليك. بارسي يور ال ديس كنترول اكشن. صح كده. في برضه حاجه من ضمن الحاجات احنا نسيناها انه الكنترول بتاعي هيبقى يوزرز والاكشن بتاعي هيبقى ديفولت. ديس الكنترول بتاعي هيبقى اوثنتيكيشن والاكشن بتاعي هيبقى لوج ان بالشكل ده. هنعمل ريفرش كده، ايوه اوثنتيكيشن ولوج ان، صح كده الكلام ده. حلو قوي اهو بالمنظر ده كده صح. طيب شيل لي بقى الجزئيه دي من
منين يهدى محمد؟ من هنا مؤقتا. ده كده مبدئيا. انا بقى محتاج زي ما قلت لحضراتكم ايه، ان انا اكسكلود ايه، اكسكلود الجزء ده كله من فوق مثلا مبدئيا، والجزء ده حاجه مثلا زي دي بالظبط كده مع بعض اهو، زي النظام ده في الدخول. انا عايز يوزر نيم وعايز باسورد وعمليه ايه، وعمليه الدخول. طب تعالى ناخد الشكل ده كده سريعا، اصلا حتى ما عارف سبحان الله العظيم القزم العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب تعالى كده سريعا نعمل مع بعض حاجة على آدم محمد، نروح هنا مع بعض على البروجكت ده ونجيب منه الـ UID بسرعة، اللوجن أهو بالشكل ده كده. واقفل دي وروح هنا على هنا في الحتة دي واعمل بيست بالشكل ده. اعتقد ده الاكشن فيو بتاعي اللي انا جبته. طيب تعالى بقى هات لي، هعمل بس حبه تعديلات في ال HTML سريع علشان ايه، نحط البتاع ده بسرعه، محدش كده ايه يتضايق مننا. ثانيه واحده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا اللي يهمكم مش الشكل، اللي يهمكم انا هعمل ايه في الاليه. ده مش شكل بسيط جدا جدا يعني، مفيش فيه اي مشكله خالص. انا اعتقد دي الفانكشن بتاعتنا بتاعت الماسنجر. ايوه هي دي، احنا هنحطها هنا بالشكل ده كده. طيب ده اللوجن بوكس، جينا عملنا ريفرش كده، ده حلو قوي. طيب انا بقى عايز استثني الايه الحاجات دي من قدامكم كده دلوقتي. بصوا معايا سريعا بس كده، انا هعمل حاجه بسيطه قوي وهي كالاتي. هاجي هنا هو على الايه، هذا محمد الاوثنتيكيشن كنترولر. المفروض ان التمبلت بتاعي اللي عملت بار اندرسكور ذس اوف التمبلت وعملت ريفريش بالمنظر ده كده، هيقول لي ايه دي التمبلت نفسها، دي التمبلت بورتس صح كده، ده التمبلت بتاعي. انا محتاج اكسكلود ده وده، ومحتاج اسيب بس الفيو والراب اند. انا عايز اشيل كل دول، انا مش عايزهم خالص. طيب تعالى كده مع بعض سريعا، هروح كده على التمبلت، هعمل حاجه مهمه قوي بالشكل ده كده مؤقتا. المفروض ان انا عندي هنا التمبلت بورتس اهي، فين 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 اللايبراري، ايوه اهي التمبلت بورتس اهي، المفروض اللي هي دي اللي فوق. وانا هاجي هنا اهو وهاكسس على الايه، على البروبرتي دي. طبعا المفروض ان انا اقدر اسيت اجيت البروبرتي نفسها. طيب ايه رايكم لو احنا عملنا كده مثلا، دي تمبلت بورتس وانا عايز اجيب التمبلت ده مؤقتا، بس مؤقتا مش اكتر من كده. راح اقوم جاي هنا هو اهو بالشكل ده كده، وهعمل فانكشن بس كده وهلغيها لان لسه هعدل حاجات بعد كده في التمبلت ده. public function swap تمبلت، اديله اري جديده كده بالشكل ده، وهقول له انه this التمبلت بوتس الاري اللي اسمها تمبلت اللي جواها بتساوي الاري الجديده دي. هنشوف مع بعض الكلام ده حقيقي ولا لا. هنروح هنا هو كده بالمنظر ده، ونعمل this template swap
سويب دي هتبقى عبارة عن ثانية واحدة الله يخليك. عشان يعرف بس انت تمبلت تمبلت الشكل ده كده، عشان لما اجي هنا اقوم قايل له this of the template واعمل كده يديني الايه الفانكشنز بتاعتي سويب تمبلت، وهدي له array غير اللي هو ايه شافها بره خالص في الانبوتس. هديله بس ده فقط لا غير بالمنظر ده. كوبي بالشكل ده كده، بحيث انه انه دي تبقى هي التبلت الجديده. تعالى بقى المفروض لما جيت عملت ريفرش دلوقتي، ثانيه واحده كده معايا، تقسم بروبرتي اوف اوبجكتس فين يا ده محمد؟ فين فين؟ اصل معلش دي اري مش اوبجكت، انا اسف. ده دي هتبقى عباره عن ايه؟ عن ده التمبلت نفسه، ودي اري وفيها تمبلت كي، دي كده فيها تمبلت كي، هي بالمنظر ده كده. هي اصلا اري بروبرتي وفيها كمان ايه التمبلت عباره عن اري. هنعمل ريفرش كده، بص كده معايا المفروض دلوقتي هيبقى بس الفيو الاكشن فيو بس هو اللي موجود عندي مش اكتر من كده فقط لا غير، بس كده. طيب انا كده اعتبر عملت اكسكلود لحاجات كتير قوي، بس الحقيقي بقى ان انا هعدل معاكم بعد كده التمبلت انجن دي، بحيث ان انا اسواب فايلز واحط فايلز مكانها واحمل فايلز واجيب فايل مكان التاني، بس هتاخد مننا محاضره كامله ان شاء الله. طيب انا هاجي هنا هو دلوقتي وهقول ايه دي بس مؤقتا تو دو implement a better solution implement حل افضل. طيب اوكي تعالى هنا معايا بقى على ايه يا سيدي، على ال ده اقفله لي دلوقتي مؤقتا، وده اقفله لي مؤقتا، وده اقفله لي مؤقتا، وخلي ده، وده اقفله لي مؤقتا، وتعالى لي هنا اهو، وشيل دي كده اهو من هنا، واعمل ريفرش بالمنظر ده كده. وبعدين تعالى بقى هنا اهو بعد اذنك، بعد اذن ستك يعني، وروح هنا على ال languages بتاعتي، وهعمل هنا فولدر جديد اسمه authentication، وهعمل هنا فايل جواه للغه هسميه ايه؟ هسميه login.lang.php بالشكل ده كده. هحط فيه الكيز الاتيه اللي موجوده هنا. عندي كام كي؟ عندي اللوجن هيدر اهو اللي انا عامله تقريبا هنا، اعتقد هو ده اللي هو تسجيل دخول النظام ده اهو، تسجيل الدخول للنظام اعتقد والله اعلم ده اللوجن هيدر، عشان احمله طبعا زي ما حضراتكم عارفين حاجه هنا هو بس language load الاوثنتيكيشن دوت لوجن بالشكل ده كده، تسجيل دخول النظام. وحاجه هنا هو قايل له ايه كمان يا ده محمد؟ عندك اللوجن يو سي نيم واللوجن يو سي بي دبليو دي، سي نيم وسي بي دبليو دي. طيب دول اصلا شلنا كده، دول بليس هولدرز اعتقد. اه لوجن يو سي نيم اسم المستخدم وكلمه المرور. طيب هنا سريعا لوجن يو سي نيم اسم المستخدم يو سي بي دبليو دي كلمة المرور، نعمل يعني ريفرش اهو بالمنظر ده. ولسه في عندي كمان حاجة اللي هي اللوجن بوتون نفسه اللي هو تسجيل دخول، تسجيل دخول. طيب كده بالمنظر ده، ودي هتبقى اللوجن بوتون كلمة دخول. حلو قوي، اعمل ريفرش. طيب سريعا بقى كده هات لي مجموعة الاسيتس اللي موجودة هنا دي،
اعتقد والله اعلم انه انا عندي اسد واحد بس، اللي هي الصورة نفسها. اعتقد والله اعلم اروح هنا على الصورة، انا حطيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانية واحدة بس نحط الايه الشاحن، ونروح هنا على ال public images. اعتقد هي دي الصورة، ودي اليوزر ايكون اعتقد، ودي الباسورد ايكون. كوبي وروح هنا، وروح هنا على ال ايه ده محمد ال MVC اللي احنا كنا فيه اعتقد هو ده. public و images حط دول هنا المفروض مؤقتا كده اهو. وعندي بقى بعد كده حبة سي اس اس، انا اعتقد عارف اخدهم منين بالظبط في الحتة دي. بالنسبة للايه لللوجن، اعتقد ان انا هروح هنا على هنا هروح هنا اهو سي اس اس، هفتح كده معاكم ده، هدور على اللوجن، فاعتقد ده واحد منهم. طيب تعالى معايا كده سريعا احط البيانات دي كده بسرعة، دي شيلها دلوقتي مؤقتا، دي شيلها مؤقتا، وتعالى لي هنا هو، روح هنا على ال CSS بتاعي العربي، هاجي هنا على الجزء ده هو هنا ده محمد هنا اهو. طيب خلينا اهو كده login styles حطيه ده كده مؤقتا اهو. وفي ايه تاني هناخده؟ اعتقد login books دي، ده اللوجن بوكس كله اعتقد، الستايلز بتاعته كلها كاملة اعتقد والله اعلم، هي دي كلها كاملة مش معامل حاجة تانية يعني بالمنظر ده كده. تيجي نشوف مع بعض كده اهو. طيب فين 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 اللوجن اهو، اللوجن بوكس اهو. في حاجة انا متأكد منها انا نسيت ان انا اعملها، بس حتى مؤقتا نسيت من الانيميشن والكلام الاهبل ده كله، ده مش وقته. خلينا في الايه، خلينا في اللوجن بوكس نفسه. الله يخليك وشيل الكلام ده، انا مش عايزه مؤقتا دلوقتي بالمرة. و فين كمان فين كمان انا كده ريفرش هنا، ايوه اعتقد هو ده اللي بالبوكس الاساسي احنا هنشتغل عليه. طيب اوكي، على كده نعمل مع بعض حاجه سريعا، بس شيل البوكس الشكل خالص كده، وانزل لي بال لوجن بوكس نفسه. فين هو؟ اهو، حلو قوي. طيب اوكي، اذا انا عايز المستخدم بتاعي دلوقتي يديني يوزر نيم ويديني باسورد علشان اقدر اعمل ايه؟ اعمل عمليه لوجن بالنسبه للايه؟ للسيستم. حلو قوي الكلام ده. فانا علشان اعمل الحكايه دي طبعا بكل سهوله، كل اللي انا محتاجه ان انا ادي له هنا اليوزر نيم وادي له الباسورد، واروح بقى على الاكشن بتاعي علشان اتشيك فعلا ان كان المستخدم ده فعلا مستخدم يبقى لوجد ان ولا لا، صح ولا مش صح؟ صح كده. طيب ففي الحاله دي بقى انا المفروض اعمل ايه بقى؟ المفروض ان انا هنا لو حطيت مثلا مستخدم زي محمد الباسورد اللي انا حاططها واعمل لوج ان، يروح على الايه، يروح على الاوثنتيكيشن كنترولر بتاعي واللوج ان اكشن ايه بتاعي. طبعا الكلام ده مش هيحصل لانه المفروض ان هو هيروح هنا الجزئيه دي. طب تعال نشوف مع بعض كده، انا اسف
لو رحنا عملنا var underscore dump للبيانات دي كده، var underscore dump للبوست، عملنا كده بالمنظر ده هيديني ايه اهو. طيب انا هنا المفروض ان انا عندي يوزر نيم وعندي ايه وعندي باسورد، ومحتاج بقى دلوقتي ان انا اشتغل طبعا على الاثنين دول. يعني محتاج ان انا اشتغل دلوقتي على اليوزر نيم والباسورد، واتاكد فعلا ان كانوا الباسورد واليوزر نيم والحاجات دي كلها موجوده فعلا في قاعده الايه البيانات. طيب هعمل ايه بقى هنا بقى؟ هقول الاتي: if is set كده، هقوم رايح هنا واقوم قايل ايه؟ if is set مثلا post لل submit، طبعا زي ما حضراتكم عارفين انا لازم اتاكد ان كان الاكشن بتاعي فيه authentication login، هو النيم اسمه ايه login، الزور ده اسمه login، اهو login. بعد اذنك اعمل بقى الاتي: خد بقى اليوزر نيم والباسورد واوثنتيكيت. طيب هاوثنتيكيت ازاي بقى؟ شوف حضراتكم معايا، الطبيعي جدا دلوقتي ان انا لو عملت الاوثنتيكيشن بتاعي هعمله كالاتي: هقوم رايح انا هو في البدايه على الايه، على ال اليوزر موديل بتاعي كده. في اليوزر موديل بتاعي انا عايز اعمل اكشن اسمها اوثنتيكيت، اتاكد ان كان فعلا يوزر نيم والباسورد دول موجودين ولا لا. طب شوفوا مع بعض كده سريعا، انا هعمل هنا الفانكشن دي فانكشن اوثنتيكيت، اوثنتيكيت اهي، دي بتاخد يوزر نيم وبتاخد باسورد وبترجع لي او بتعمل مجموعه من العمليات. فانا هعمل ايه بقى؟ بصوا معايا، هكتب كويري كالاتي: select all from self table name where انه اليوزر نيم يساوي، طبعا زي ما حضراتكم عارفين اليوزر نيم ده بهذه الشكل كده، وهنا هعمل اند الباسورد بقى. دي مهمه جدا، الباسورد لما انا هاخده لازم اشفره واطبقه بالايه، بالشفره اللي موجوده عندي في قاعده البيانات. طب في الحاله دي انا هعمل ايه بقى؟ فاكرين الفانكشن دي اللي هي كانت كريت باسورد دي، صح كده؟ صح. الفانكشن دي احنا ممكن ان احنا بكل بساطه نستخدم نفس الانكريبشن بتاعها علشان نعمل انكريبشن للباسورد اللي موجود هنا مؤقتا. بس قبل ما اعمل الحل ده انا هاخد كده سريعا هنا السولف ده والكريب ده، وعشان اريح دماغي خالص هعمل كونفجريشن ان هو الكونفج، هقوم قايل له كده سولف، هعمل كده اهو كده، هقوم قايل له ايه، يبقى كونستنت متاح في الابلكيشن كلها اب سولت، اب سولت ده سيادتك اللي هو السولت ده اهو، اب سولت يساوي كده بهذه الكيفيه. شيل لي ده بقى كده وشيل لي ده بقى كده خالص، حاطين هنا اد سولت بالمنظر ده اهو، نفس الكلام هعمله كده اهو، هعمل كده اقول ان الباسورد بيساوي كده رايت ب الايه الباسورد والاب ايه سولت بالشكل ده كده. انا هاجي هنا هو اند الباسورد يساوي الشفره دي اللي هي الايه الباسورد بالشكل ده كده، ايكو الاس كيو ال. هتشوف مع بعض كده
رحت هنا هو قمت قايل له ايه يوزر اوثنتيكيت بوست لليو سي نيم، اعتقد ان انا فاهمهم كده يو سي نيم ويو سي بي دبليو دي، وبوست ليو سي بي دبليو دي بالشكل ده كده. هنشوف مع بعض كده الكلام ده. محمد والباسورد اهو، شوف كده سيلكت اول فروم اب يوزرز وير يوزر نيم بيساوي محمد اند الباسورد بيساوي دي. الشكل ده كله كده بهذه الايه بهذه الكيفيه بالمنظر ده. طبعا انا هنا هو لو جيت عملت كده فاوند يوزر يساوي اقول مثلا ايه سيلف جيت جيت 1 وادي الاس كيو ال بتاعي وعامل فار اندر سكور دمب للفاوند يوزر ده. شوف كده هيدينا ايه ام كده اهو فولس. طب نشوف بقى دلوقتي على سبيل المثال لو احنا عملنا كده مع بعض التيرمينال بتاعتنا اهي، رحنا على ماي اس كيو ال يوز ستور دي بي سيلكت اول او سيلكت يوزر نيم باسورد فروم اب اندرسكور يوزر. شوف بقى معايا لو قارنا الشفره بالايه بالشفره. بصوا معايا نكتب هنا كده احنا كنا عاملين اصلا المستخدم ايه فايرفوكس او معلش فايرفوكس اعمل كده. بص بقى معايا ده اليوزر اي دي واليوزر نيم والباسورد والايميل وهكذا، يبقى هيديك فرصه هيديك ايه اللي انت شفته ده. ففي الحاله دي بقى انا هقوم جاي هنا قايل ايه؟ هقوم قايل if false لا يساوي على سبيل المثال ولنفترض الفاوند يوزر، بعد اذنك انا عايزك تعمل لي ايه بقى العمليات الاتيه. تاخد this session، طبعا السيشن هنا مش موجود عندي بالمره زي ما حضراتكم شايفين ده اليوزر ايه الموديل بتاعي. طب انا محتاج ان انا اكسس السيشن بتاعتي في الحاله دي، اما ان انا اكسسها اكسس طبعا زي ما حضراتكم عارفين بالسيشن كده بالمنظر ده او بالشكل ده كده، او ان انا اكون محتاجها. فانا ممكن اقوم جاي هنا هو قايل له بعد اذنك خد معايا كمان this of session بتاعتي. بص var underscore dump this للسيشن واجي هنا هو واعمل كده بالمنظر ده. شوفوا معايا كده ريفرش تاني دي السيشن بتاعتي يعني. هاجي هنا هو قال ايه بقى؟ هقوم جاي قايل فار اندر سكور دمب دي شيلها وقايل لك ذس عشان اسف السيشن يو بتساوي، وقوم جاي على طول قايل ايه؟ انا عايز بقى احط المستخدم بتاعي اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو الفاوند يوزر بالمنظر ده كده بالشكل ده. طبعا انا لو جيت دلوقتي بقى بالمنظر ده وعملت كده ايه اللي يحصل معايا بقى؟ السيشن هيبقى فيها دي اسمه ايه؟ اسمه يو، هيبقى فيها فعلا الايه؟ فعلا الاوبجكت بتاعي ده. طيب نجرب تاني مع بعض بالمنظر ده. انا اعتقد ان احنا في حاجه هنا عاملينها مالهاش اي لازمه خالص. ايه يا محمد؟ سي اس اس خلينا نعملها بعدين مش شرط دلوقتي. فايرفوكس وده الباسورد بتاعي وعملت كده. المفروض دلوقتي ان انا عندي هنا في السيشن بتاعتي الايه؟ اليوزرز. بس شوف بقى معايا المره اللي جايه ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ ده بقى اللي انا عايزك تاخد بالك منه. انه فعلا انا بقيت لوجد ان. هي دي بقى اللي انا بتكلم فيها. طب انت ازاي بقيت لوجد ان؟ انت بقيت لوجد ان لسبب بسيط جدا. يعني لو جيت ركزت هنا هتلاقي انه انت اساسا بالفعل عندك هنا سيشن كي اسمها ايه؟ اسمها يوزرز. صح كده؟ صح كده. فطبعا انا لما اجي هنا بقى في الحاله دي ايه اللي هيحصل معايا بقى؟ وده المهم جدا بقى. لما هاجي هنا في الحاله دي هلاقي ان انا لوجد ان فاقدر اشتغل براحتي لان ما عنديش اي مشاكل نهائيا. انما انا لو جيت دلوقتي على سبيل المثال عملت فري اب للسيشن بتاعتي تماما بالمنظر ده من هنا من الابلكيشن رحت الكوكيز بتاعتي وقلت له شيل لي كل ده وعملت كده اهو، هيوديني دايما فين؟ على الاوثنتيكيشن واللوج ان.
فبالتالي دلوقتي بقى انا محتاج فعلا ان انا اعمل ايه؟ انا محتاج فعلا ان انا اعمل الاتي. اولا طالما انا اتاكدت ان انا كل حاجه عندي تمام، هروح انا هو على الكيت عشان احنا مش مثلا، هروح هنا على الايه، على الشكل ده اهو الاوثنتيكيشن بتاعي، وهعمل كده انه السيشن بتساوي فاوند يوزر. وبالمره كده بقى عشان نكون عارفين برضه الفاوند يوزر ده اللاست طبعا لوجن بتاعه اللي هو ده يساوي وقت الدخول اللي هو دلوقتي التاريخ والسنه زي ما انتوا عارفين واي ام دي اتش اي اس. كده هعمل كمان فاوند يوزر سيف بالشكل ده. انا طبعا كده سجلت دخوله فعلا لقاعده الايه البيانات ده. سيلكت لاست لوجن فروم اب اندرسكور يوزرز بالشكل ده اهو، تاريخ ودقايق وثانيه وساعات. فانا سجلت دخوله خلاص وحطيته عندي في السيشن، واقدر دلوقتي بسهوله ان انا اعمل ايه ريتيرن. هعمل ريتيرن لواحد مؤقتا. ليه بقى؟ بص معايا، انا هعمل ريتيرن لواحد علشان انا عايز اقول للمستخدم مؤقتا ان انا رجعت واحد تمام كده. ده اف ايه؟ اف انه الفورس لا يساوي الواحد. طيب نفترض ان هو لا يساوي الواحد فعلا، ممكن يكون المستخدم ده ديسيبلد ما تنساش الحكايه دي. في الحاله دي انا ممكن اقوم جاي مشاي كده ومقيل اف الفاوند يوزر الستيتس بتاعته بتساوي 2، فانا ممكن اجي هنا واقوم جاي قايل ايه؟ قايل انه الايه؟ الريتيرن بتاعي هيبقى مثلا ولنفترض 2، بحيث ان انا لما ارجع للفانكشن بتاعتي اللي هي لوج ان بالمنظر ده كده، لما تعرف دي ان هي ان انا في 2 على سبيل المثال ولنفترض، تقدر تطلع لي رساله خطا مثلا تقول لي فيها انه المستخدم ده مثلا تم تعطيله من الاداره، قم بمراجعه الاداره مثلا. طب لو انا جيت هنا هو وقلت انه الاساس بتاعي هعمل ريتيرن لاثنين، طب والباقي هعمل ريتيرن لواحد في الحاله دي. طب لو بقى مثلا ما عملتش لده ولا ده ولا ده، هعمل ريتيرن فولس بالمنظر ده كده. وبالتالي لو عمل ريتيرن الاثنين يبقى معنى ذلك ان المستخدم موجود بس ديسيبلد، فمش هلوجه زي ما حضراتكم عارفين. لو المستخدم الموجود بس هو لوجد ان اوريدي بالفعل، فانا هعمل ايه؟ سيف للاست لوجن بتاعه وهسيف المستخدم وهحطه في السيشن بتاعتي وهريترن واحد. لكن لو هو مش موجود اصلا فهعمل ريتيرن ايه فورس. الله الله بس لازم لازم طيب في الحاله دي بقى لو جينا بصينا هنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان احنا عندنا هنا في ال قدام حضراتكم ده، لو رحت هنا على الاوثنتيكيشن كنترولر بقى انا هعمل ايه؟ هقول انه اف اليوزر اوثنتيكيشن بتاعي ده اللي هو الفاوند يوزر على سبيل المثال، او ممكن نخلي الفاريبل ده از اوثورايزد الناتج اللي راجع من الفانكشن دي، فهقوم قايل فيها اف از اوثورايزد بالمنظر ده كده بيساوي 2، يبقى ده مستخدم زي ما حضراتكم عارفين موجود بس معطل من قبل الاداره. فهقوم جاي اعمل كده هو الماسنجر بتاعي، وهعمل اد بالشكل ده كده،
هدور على كي اسمها تكست مثلا يوزر ديسيبلد، وهبعت معاها الماسنجر الايه الايرور بتاعي بالشكل ده كده بالمنظر ده. انا مش محتاج اصلا ماسنجر هنا اصلا، لان هو موجود اصلا بالفعل بالشكل اللي قدام حضراتكم عارفينه ده اللي هو ده كده. تمام كده. لو انا بقى جيت دلوقتي هنا قلت else if انه is authorized بتساوي واحد، يبقى انا ممكن كده في الحاله دي اعمل على طول this to redirect to اهو use helper بتاعك هنا اهو this redirect to الايه الهوم بتاعتي else if is authorized بيساوي ثلاثة، يبقى ده يوزر نوت فاوند. ممكن في الحاله دي اعمل كده اهو واخد رساله ثانيه هسميها انه يوزر نوت فاوند بهذه الشكل. طبعا في الحاله دي بقى انا هعمل ايه؟ انا هروح كده اهو هقفل دي هقفل دي كمان، وهروح هنا على اللانجوج بتاعتي بالمنظر ده، وهفتح الايه اللوج ان، وهعمل كده تكست يوزر ديسيبلد اهو ده المستخدم ديسيبلد، هقول فيها عفوا هذا المستخدم تم تعطيل حسابه من فضلك راجع الاداره مثلا. هاجي هنا هو هعمل تكست يوزر نوت فاوند عفوا كلمة المرور أو اسم المستخدم غير صحيحين. كيف؟ طبعا جرب كل الاحتمالات. تعالى نعمل ابديت اب اندرسكور يوزرز سيت ستيتس تساوي 2 حلو كده. ده مستخدم معطل من قبل الإدارة. اعمل لي كده واعمل كده واعمل كده بالمنظر ده كده تمام. حلو حلو. طيب تعالى هنا فاير اي اف اكس اهو وادي الباسورد بتاعي كده تكست يوزر ايه ديسيبل. ثانية واحدة عشان احنا في حاجة اكيد عاملينها غلط. هذا محمد ايه هي ايه هي شوف كده معايا ايه اللي احنا عاملينه. سوري معلش انا اسف، كنت لازم اجيب الاول الكي بتاعتي اهي معلش انا اسف، انا في حاجه غلط برضه عامله هات الكي ده حط من هو ده disabled ده كده هات ده not found حط من هو نجرب مع بعض تاني. عفوا هذا المستخدم تم تعطيل حسابه من فضلك راجع الإدارة. طيب المستخدم مثلا أنا حطيته بس حطيت باسورد غلط بالمنظر ده كده بهذه الكيفية. تعال نشوف مع بعض فول معلش انا اسف ايه اللي انا عامله يساوي فولس بالشكل ده كده. يلا تاني ريفرش عفوا كلمه المرور او اسم المستخدم غير ايه صحيحين. طب انا بقى دلوقتي لو رحت كده هو وقمت عامل استعملت كده واحد بس ورحت هنا اهو قمت بقى رايح دلوقتي بالمنظر ده قمت كاتب الباسورد واليوزر نيم الحقيقيين بتوعي عملت كده اهو كده هيوديني لايه للوحه التحكم ايه الرئيسيه بتاعتي زي ما حضراتكم ايه عارفين بالمنظر ده كده. في الحاله دي بقى اقدر ابدا اباشر استخدام التطبيق بتاعي بكل سهوله لان خلاص دلوقتي انا اقدر ان انا ايه استخدم الايه التطبيق بتاعي. انا بقيت كده فعلا لوجد ايه لوجد ان. طبعا انا محتاج بقى اعدل حبه حاجات في اليوزر انترفيس انه يجيب لي اسم المستخدم فعلا وصلاحياته ايه بالظبط، لسه هنشتغل كمان على الصلاحيات ومحتاج كمان اعمل تسجيل الخروج. طب تعالى نعمل تسجيل الخروج كده سريعا ايه رايكم؟ لو جينا عملنا كده فعلا بالمنظر ده ممكن يكون حاجه زي دي كده اهي لوج اوت كده ويبقى كل اللي فيها بس ان انا اقوم جاي اعمل كده اهو
انه this session بتساوي مثلا false on set مثلا السيشن بتاعتي كلها كاملة و this redirect to authentication login بالشكل ده كده كده. لو عملت كده اهو بالمنظر ده وقمت عامل كده ورحت هنا مثلا على التمبلت بتاعي الهيدر بتاعي وهنا الساين اوت ده خليته مثلا authentication slash log out المنظر ده كده وقمت جاي هنا هو عامل ريفريش وقمت قايل له مثلا تسجيل الخروج بالمنظر ده فخلاص كده يقول لي ايه شكرا شكرا لحسن تعاونكم انا كده ايه لوجد ايه لوجد اوت يبقى انا كده لوجد ان وانا كده ايه بالشكل ده لوجد اوت. طبعا انا لو حاولت استخدم اي حاجه اليوزرز بتوعي ايا من كان على سبيل المثال لازم في الاول وفي الاخر يبقى انا ايه يبقى انا اوثرايزد او اليوزرز مثلا خليها اليوزرز بالشكل ده مثلا كده اهو اهو بالشكل قدام حضراتكم ده مثلا كده بالمنظر ده اهو انا كده لوجد ايه لوجد اوت اهو عشان طبعا ده من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. ليه؟ لان انا دلوقتي لما حاجه اشتغل محتاج جدا ان انا اتاكد ان انا فعلا ما عنديش اي ايه اي كي في الايه في السيشن بتاعتي. في حاجه من الحاجات مهمه جدا احنا نسينا ان احنا نشوفها. ايه رايكم معايا لو اتاكدنا منها برضو؟ اهي كده بالمنظر ده المفروض ان انا اعمل ديستروي للسيشن بتاعتي. معلش انا اسف السيشن فين السيشن مانجر بتاعي كنت عامله هنا راح فين الله يهديك فين السيشن مانجر فين السيشن مانجر هو اهو كان في فانكشن عاملينها كان اسمها ايه كل اعتقد ايوه هي دي بالمنظر ده كده this session ممكن اعمل كل بالمنظر ده كده شكرا لحسن تعاونكم معنا اعمل دخول بالمنظر ده روح لي بقى هنا على الايه على الاب السيشن بتاعتنا اعمل كده اهو سيادتك واعمل تسجيل خروج بالشكل ده كده وروح على الكوكيز بتاعتك بالمنظر ده كده. في حاجة برضو لسه احنا عاملينها غلط شوف ايه تاني اللي احنا عايزين نتأكد منه ده مهم جدا مهم جدا 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 ايوه احنا كده خلاص اوريدي المفروض يعني ثانية يوزرز مثلا امبلوي اد ولنفترض مثلا يوزرز مثلا كان اسمها ايه يوزرز جروبس اعتقد والله اعلم في الاول وفي الاخر بس كده خلاص انا كده انا كده ايه خلصت تماما من موضوع الدخول على السيستم بتاعي اهو نفس الكلام اهو رحت على مثلا المستخدمين قائمه المستخدمين بتاعتي رحت على الصلاحيات رحت على المجموعات عملت كل اللي انا محتاجه بس مجرد ما انا حاجه اعمل كده تسجيل خروج وحبيت ارجع لاي رابط تاني انا كنت عايز ان انا اشتغل عليه زي اسمها سي مثلا اندكس سلاش ديفولت بالشكل ده كده او اي من كان من الروابط اللي احنا عايزين نشتغل عليها يوزرز مثلا وهكذا لا خلاص كده انا كده اوريدي ايه اوريدي سايند اوت ما اقدرش ان انا اشتغل نهائي. طيب عايزين برضو نبقى نعمل كده اهو تو دو تشيك اوكي ديليشن شوف ايه ده. طيب اوكي يبقى احنا كده قدرنا مع بعض ان احنا نسيب المستخدم في قاعده البيانات نعدله ونحذفه ونديله صلاحيات نحطه في مجموعه ونعمل تسجيل دخول ونعمل برضو تسجيل ايه تسجيل خروج. طبعا انا عملت كل الكلام ده بناء على انه المستخدم بتاعي في الاول او في الاخر زي ما حضراتكم شايفين ايا من كان الرابط بيحملها هو على طول اوتوماتيكيا بيوديه لصفحه ايه لصفحه تسجيل الدخول. في المحاضره الجايه ان شاء الله هعلمكم تركايه ريدايركشن فورست على ال على اللهم صل على رسول الله اللي هو
قولوا معايا عشان الواحد والله متلخبط، اللي هو الاوثنتيكيشن في الاول او في الاخر، ايا ما كان الرابط بتاعي في الجزئيه دي. وهنعدل مع بعض كمان مجموعه من الحاجات جوه التمبلت اللي احنا كنا عملناها، بالاضافه ان احنا بقى هنشوف الصلاحيات بتاعتنا، علشان انا عايز المستخدم يبقى لوجد ان، بس حتى هو لوجد ان يبقى عنده صلاحيات فقط محدوده بالنسبه للاكسس على الايه، على التطبيق. اشكركم جدا، واشوفكم مع بعض في المحاضره الجايه ان شاء الله، واتمنى ان المحاضره دي تكون مش تقيله عليكم. لو في اي حد عنده اي استفسار في اي جزئيه هو ما فهمهاش في الحته دي، على طول يسالني، انا موجود على الايميل او الفيسبوك، وان شاء الله هرد عليه باذن الله. شكرا، واشوفكم في المحاضره الجايه ان شاء الله. سعدت بيكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.